مظبوط مع زيادة مع اتنين شاي. جالكم الهنا والسعد يا أهل الكاف؟ جالكم جبر؟ يلا يلا كده كله يجمع حوالين جبر. جبر السمسار، جبر الهنا، جبر السعد. طب ريليمك اقعد اقعد انت اهو. يلا وده كله شغل الجابه. فاهمين؟ فاهمين. عاوزين مين؟ عايزين جبر. عاوزين مين؟ عايزين جبر. بس انت اهو اللي هنده عليه يرفع ايده ويجي يستلم العقد، بس قبل ما يستلم العقد يدفع الحلاوه. فاهمين؟ فاهمين. الكندوز العتل. ايوه يا شعبان، اجي ننده لابوك يا ولد، بس يجيب المعلوم الاول. فاهم؟ وبقى هات المعلوم بتاعك انت كمان عشان تاخد العقد بتاعك. اجري يا ولد، اجري يا ولد. حسن ابو جمعه. ايوه تعالى يا اخويا المعلوم. يلا اديله العقد بتاعه. يلا يا اخويا، يلا مع السلامه. الشفتوري. ايوه انا اهو الشفتوري. حد يسمي نفسه الشفتوري؟ ما تخليها ابو شيف حتى. يلا اديله العقد بتاعه، هات المعلوم. يلا يلا يا اخويا مع السلامه. الجني الازرق. ايوه انت الجني. ايوه بزرق كمان. ايوه. طب يا اخويا في المعلوم. المعلوم اهو. يلا يا اخويا. يلا يا حبيبي. الحساني ابو حسنيه. ايوه ادي يا ولد العقد لعمك ابو حسنيه. يلا يلا يا اخويا. يلا يا حبيبي. عويضه ابو معوض. ايوه يلا يا اخويا. وانت هتلحق تروح ولا تيجي؟ يلا يا اخويا اديه للعاء. يلا يا حبيب مع السلامه. بسلامته طرح النادى. ايوه طيب يا اخويا اديله العاء في المعلوم اهو. يلا يا اخويا مع السلامه. طب وانا واحد واحد وانا 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 جد ابويا ومش راجع لك ابدا. انا بقى هشهد اخوك الشيخ مهدي على كل حاجه. يا ستار ارحم يا رحمن. في ايه يا خيريه؟ وانت يا كندوزي؟ خيريه مش ناوي اجيبها لبره يا شيخ مهدي. انت اللي مش ناوي تجيبها لبره يا كندوزي. ايه بس الحكايه خيريه؟ فهميني. فين الولدين اللي سفرهم بره؟ عايز ياخد الواد اللي حيلتي كمان ويسفره. دلوقتي انا جات لي فرصه اسفر الواد معايا، اضيع الفرصه دي من ايدي يا شيخ مهدي؟ لا يا اخويا ما تضيعهاش، سافر انت بالسلام، ولما الواد يمتحن في الدبلون يبقى يحصلك. الدبلون هيعمل له ايه؟ تعرفي تقولي لي؟ اهو يبقى معاها شهاده وخلاص. يا فرحتي بالشهاده، الحكومه ما عادتش بتوظف دلوقتي يا خيريه. برضه هياخد الدبلون. واني قلت هيسافر. واني قلت بقى هياخد الدبلون. واني قلت هيسافر. واني قلت هياخد الدبلون. بس ما بس انت وهي، انتوا ايه؟ ما بتشبعوش خناق يا اخويا؟ يعني عاجبك الواد اللي فاضل حيلتي وقاعد معايا ياخده برضه يسفروا؟ يا سنة سوخة، عم سعد بيعزق بالفاس. عم سعد، عم سعد، عم سعد، الحقني يا باشمهندس حسن. الحقني يا باشمهندس، الحقني. عم سعد رد عليه. عم سعد، عم سعد. في ايه يا عم اوت؟ ايه اللي حصل ابويا؟ سبته على بال ما رحت اسد المقطع، جيت ببص لقيته بيعزق بالفاس. بتسيبه يعزق بالفاس ليه؟ انت مش عارف ان دكتور محرج عليه؟ سند معايا. يلا يلا. اوه سلامتك يا رب. خير يا دكتور؟ تجيبوا الدواء ده حالا وتدوا له حقنه الوقف النزيف. حاضر يا دكتور. اتفضل. طمني يا دكتور شفيق. ما اخبيش عليك يا حاج منسي، الحاله خطيره قوي ولازم يتنقل القصر العيني. تاني القصر العيني؟ القصر العيني فيه امكانيات كبيره والطحال متضخم قوي ويمكن يقرروا له عمليه. حاضر يا دكتور، ان شاء الله هننقله القصر العيني. وما تتاخروش عليه، لازم يتنقل بالكتير قوي على بكره الصبح. حاضر يا دكتور، مع السلامه. سعد. سلام.
سلامتك يا عبا. ألف سلام. الله يسلمك يا عطيها. سلامتك يا سعد، ألف سلام. الله يسلمك يا عمتي. إن شاء الله ربنا هيشفيك عشان العيال دي. يا رب يا رب ما تورينا فيه يوم وحش أبدا. سعد ابن غني بصراحة كده يا شيخ مهدي. سعد ما عندوش يزرع، ده خلاص تعب والطحال اتهري. أرض إيه بقى يسيبه من الأرض وشغلانة الفلاحة دي؟ وحد عم يفلح دلوقتي؟ عيلة مهدي هتفضل تفل على طول يا حاج منسي. يا شيخ مهدي الفلاحين هجوا وسابوا الأرض، لكن إحنا بقى لا هنهج ولا هنسيب الأرض. اسمع كلامي، أنا جيب لك مشتري للأرض، إنما إيه راجل دفيان وفلوسه جاهزة على الترابيزة. إحنا هنرجع تاني للموضوع ده يا حاج منسي. أرض إيه اللي هتزرعها أنت وابنك بس؟ أنت هتعيد ولا مضى؟ بركة في الباشمهندس حسن. باشمهندس حسن، طمنا على أبوك. الحمد لله يا عم. إيه؟ خد الحقنة يا ابني. أيوة جدي، خد الحقنة ونام. طب اقعد يا ابني، أنت من طلعة النهار وأنت واقف على رجليك. شوف يا حسن يا ابني، حكاية أبوك دي لازم يتوجد لها نهاية. ما احنا هنوديه القصر العيني اهو. ما هو راح ياما القصر العيني. امال عايز ايه بس يا حاج منسي؟ تبعت لاخوك نادر في بلاد بره. ابعت لنادر اقول له ايه؟ تقول له سعد تعبان وعيان وعلى اسمه عملية، لازم يخش مستشفى خصوصي، يعني لازمه فلوس. لا يا عم مش هنبعت له، احنا هنشحط على ابويا ولا ايه؟ يا ابني انا كان غرض يعني. خلاص يا عمي، احنا هنوديه القصر العيني. بتشوفه يا ابني؟ ان شاء الله من الفجريه هاخده واطلع على مصر. والله يا ابني انا لولا عندي مشوار مهم كده بكره انا كنت جيت معاك. كتر خيرك يا حاج منسي، برضه البركه في الباشمهندس. طب ابقى فوت على عمك زكريا في مصر وقول له. زكريا؟ حد عارف اراضيه فين؟ هيا يا جماعه. تعالى يا سمسم، خش يا حبيبتي. بابا اهلا يا بابا. اهلا منسيك. اهلا منسي. جبنا سنت القط. ازيك؟ انا ابو علي. ازيك يا خش خش يا سنسن. اقدم لكم سنسن مراتي. اهلا يا حاج. اهلا يا سيد. خش اتفضلي. اقدم لك بابا. اهلا يا روحي. انكل منسي. اهلا يا روح روحي. وده الباشمهندس حسن ابن اخويا. اهلا باشمهندس بحقه حقيقي، مش زي اللي بيطلعوا في السينما. لا وايه ليا اخ في بلاد بره. اصلها ايه بقى، مش مصدق ان ليا اخ في بلاد بره. فيك يا ويكه. خش يا جزبط تعالى. بالراحه بالراحه بالراحه، حاجه بالراحه. ايوه حطها هنا. برافو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جزبط؟ ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا باشمهندس؟ الله يسلمك. ازيك يا عم مهدي؟ ازيك يا حسان؟ ربنا يخليك، انت الوحيد اللي بتندهلي باسمي. ربنا يصلح حالك يا ابني وحال ولادنا. الشنطه دي فيها ايه يا واد يا جزبط؟ اسكت انت. دي انكل فيها بضاعه. مهربينها من بورسعيد برضو؟ لا مهربينها ايه، البضاعه دي مدفوعه ثمنها على داير ملين. طب افتح كده وريني. لا لا اصل البضاعة دي متداعة. هتغلى على عمك برضه يا ولد؟ صدقني قلت لك متداعة. يا ابو الزي مش مصدقني؟ اسأل سونسون. طبعا طبعا البضاعة كلها متداعة ومدفوع ثمنها بالملين. ها صدقتني؟ انا كنا هندفع فلوس برضه يا ولد. الله، يعني حضرتك كنت ناوي انكل؟ ايه؟ انا سبق وكلت عليك حاجة يا ولد؟ لا ابدا، بس كان في قرشين كده علياني مش فاكر. ان كنت ناسي افكرك. ادي النوته، حرف الميم الميم الحج منسي. ايوه عليك 61 جنيه ونص. قلت ايه؟ بتوع ايه دول يا ولد؟ حته صوف هلد لزوم المنجهه والحكاوي على القهاوي، طرحة زرزت السودة لزوم العزا والأفراح للحجة فطوم، بلوزة مشجرة آخر موضة لبنت عمي الأنسة. افتكرت. الحمد لله. يبقى أنا؟ لا ما يبقى ليش، أنا فين وفين عبال ما أشوفك يا أنكل. يلا ابن. قلت لك مش وقت. الضمان علشان خاطر سنسن.
يلا بقى يا عمي علشان سونسون تاخد عنك فكره كويسه. قلت لك مش وقت يا زكريا. طب عليا الطلاق من سونسون اللي انت دافع دلوقتي. ولازم تحلف يا زكريا. انا عشان خاطر حلفانك دي وعشان خاطر الست الضيفه اللي جت عندنا لاول مره يعني هدفع لك 20 جنيه. وماله 20 جنيه؟ 20 ايه؟ هات الفلوس. 61 جنيه ونص. هات يا طيب. ادي 20 40 60 ومش عايز الواحد ونص وادي 20 جنيه علشان خاطر. كفايه كده. اظبط. مش مأمني يا هالي. مأمنك مأمنك ايه؟ ده انت خالص بطلوع الروح. ايه ده؟ هعمل ها؟ اصل سنسون بتشتغل الكيس عندي دلوقتي. ايه يابا مالك في ايه؟ اتكلم اقول ايه يا ابني؟ تكلم يا أبا في حاجة؟ الحمد لله. في يا عم منسي؟ لا أبدا، أصلي أخوك سعد تعب شوية وجبنا له الدكتور. سعد تعب؟ طب وما قلتليش ليه؟ سلامته يا عم مهدي. الله يسلمك يا ابني. سلامته يا حاج. الله يسلمك يا ست. حسن شوف لي السكة علشان أخش أطمن على بابا. دعني غفلت من شوية. لا لا سيبه أحسن ينام. والدكتور قال ايه؟ الدكتور قال لازم نروح لقصر العيني بكتير قوي بكره الصبح. ما تشيلوش هم، ما تحملوش هم، خلاص احنا نازلين مصر، هناخده معانا نوديه لقصر العيني في العربيه. عربيه؟ انت جبت عربيه يا ولد؟ لا انا اركب عربيه برضو. ده العربيه دي بتاع الجوزبط. جوزبط؟ انت جبت عربيه يا جوزبط؟ لا يعني مش الغرض يعني، ده حته عربيه صغيره كده بناكل بيها لقمه عيش. عربيه يا جوزبط. دري يا عمي. ايوه عربيه. الله انت مستقلب جوز بط ولا ايه؟ ولا عشان صغير؟ لا جوز بط برضه راجل كسيب وفنجري، مش زي ناس تانيه بتحوش وتدكن على الفلوس ومش راكبه حتى حته جحش. لم لسانك يا ولد. خلاص يلا يا جوز بط اسمع انت علشان تطمن على مامتك وتعالى. السلام عليكم. السلام ورحمه سلام. الله. ايه ده؟ لا مش حسن شوف الجماعه اذا كانوا يعملوا لنا لقمه ناكلها ولا حاجه، بس ما فيش داعي يكلفوا نفسهم، يعني اوعى يذبحوا جوز بط. كل يا حسان، كل يا دنان. يا ماما الاكل كتير اهو، كل انت بس، يلا كلي. انت بقيت تغيب عليا كتير ليه يا حسان؟ ما انتش عارف ان انا وحدانيه. انتش عارفه يا ماما النهارده لقمه مش بالساهل. مش ناوي بقى تتجوز وتقعد كده وتركز وتجيب لك عيل تربيه؟ عيل؟ وفي اعيل من كده ياما. مش زمن ودلوقتي. امال هتفضل عايش كده على طول؟ ربنا يخليك ليا ياما. يا ابني انا عشت لك النهارده مش هعيش لك بكره. ياما ربنا يديك طول العمر، اهم حاجه ما تبقيش محتاجه لحد. هو انت مخليني محتاجه لحاجه خالص؟ انا قصدي ما تبقيش محتاجه لحد في البلد دي. الناس اللي بعدها يا ابني. لا مش في البلد دي ياما. هو انت لسه شايل منها يا حسان؟ وهفضل شايل منها طول العمر. انا ما سرقتش يا شيخ الغفر، ابنك هو اللي سرق. اخرس يا حرام البط، ابني اشرف منك ومن عيلتك. يلا يا غفير زف حرام البط. حاضر يا شيخ الغفر. قول ياض ورا زي بقول يا ولد. حرام البط. حرام البط. الله، ايه يا حسان ما اكلتش ليه يا دنار؟ شبعت ده الاكل يا ابني زي ما هو. معلش يا اما ماليش نفس. رايح فين يا حسان؟ هروح اريح عشان مسافر الصبح بدري. مسافر؟ هو انت لحقت تيجي لما هتسافر تاني؟ معلش يا اما اكل العيش مر. روح يا ابني، الهي يفتحها في وشك يا رب. بالحق يا زكريا قبل ما انسى يا حبيبي، الراجل ده يا اخويا قبل ما ياخد البضاعة لازم يكون دافع لنا الحساب. لا طمني يا سونسون، الراجل ذمته نظيفة. نظيفة مش نظيفة، انا ماليش دعوة، اللي ما معهوش ما يلزموش. ايوه اذا كان مش عاجبه ياخد الفلوس اللي دفعها لنا عكتانيلا. كده الزهر بيزعل. زهر بيزعل؟ زهر بيشرب البحر. الله في ايه؟ مالك وماله؟ حصل ايه منه؟ حد يقدر يعمل لي حاجه؟ ايه اللي حصل؟ ده انا سنسور والاجرع عمل لك. طب خلاص بقول لك ايه، تبقى تفوت على ابو مطوه تجيب منه بقيه الحساب. اوكي كلك ثقه. خلي ابو مطوه ده عليا. لا بلاش الراجل ده، انا ما بحبوش. انا سيبيني انا. إيه يا اخويا ما بتحبش
بيحبوش ليه؟ ما بيحبوش، بيبص لك بصات غريبة. بسم الله. نيل ايه ده، وقت غيرة. خش يا اختي، خش اركبي، خش. اطمن يا باشمهندس، اطمن يا اخويا، ان شاء الله هتبقى بخير. يعني خلاص يا كندوزي، منشف راسك ومصمم على السفر. ما تعبتش من الكلام ده يا خيريه. يا خيريه، يا خيريه افهميني، انا بعمل ده كله عشان مين؟ مش عشان البنت؟ والبنت دي لما يجي لها عدلها هنشورها ازاي؟ صباح الخير يا ابو. اخوك صحي؟ ايوه يابا صحي وبيلبس. ايه يا بنت الجلابيه اللي انت لابساها دي؟ مالها؟ مالها يا ابو؟ ما انت شايفه مالها ولا اتعاملتي؟ قصيره. هي اللي مقصراها. ربنا يقصر عمرك يا شيخه. قصرتها ليه يا بنت؟ عشان بتقلد هناء صاحبتها. امشي امشي غير الجلابيه دي، مشاش في ركبك. البت دي لازم تتشكم يا خيرين. ومن بقى لما تسافر هيشكمها يا كندوز؟ انت اللي هتشكميها يا خيرين. اني كان زمان وجابر لما كانت صغيره، دلوقتي البت كبرت ما اقدرش عليها. على كل حال لو عملت حاجه لما اجي قوليلي. لما موت يا حمار والارض خلاص هتسيبها لاخوك عشان يزرعها؟ يبقى تعالى قابلني، ان شاء الله هيزرعها وهو قاعد بيشرب الشيشه على القهوه. خيريه. نعم. خش استعجلي شعبان، خلينا نسافر. حاضر. وده مين ده اللي بيخبط؟ ومفتاح. مين؟ هلا مطوع. اهلا. ازيك يا سونسون؟ كنت يا ابو مطوع. ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا معلمه؟ الله يخليك، ان شاء الله تسلم. هو ابو زيك هنا ولا ايه؟ يا اخويا موجود، اتفضل. ازيك يا ابو زيك؟ اهلا يا ابو خندر. ابو مطوع. اصل افتكرته كبر. لا حلو حلو حلو. ازيك يا جوز بط؟ اهلا يا معلم. الظاهر حماتي بتحبني. طبعا يا اخويا بتحبك، اقعد كلك لقمه معانا، تلاقيك على لحم بطنك من الصبح. بنت حلال يا سونسون، بنت حلال، انت اللي حاسه بيها قوي. اقعد كل. اصل الواد زهرب قابلني في السوق وقال لي انك جبت له البضاعه. قلت افوت يمكن يكون من نصيبي حاجه يعني. لما تدفع اللي عليك الاول ابقى اسال على البضاعه. هلا 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 جرايه ابو زيك، ايه النغمه الجديده دي؟ مش مأمني يعني ولا مؤاخذه؟ لا سيبه مطوى، زكريا اخويا مأمنك طبعا، هو بس بيهزر معاك. استنى انت يا سنيه، الحسبه طولت واحنا ورانا مصاريف. مش بقول لك النغمه اتغيرت يا زيكو؟ جرايه زكريا ما يصحش كده، ده برضو ابو مطوى. يا ابو زيك انت شايل مني في حاجه ولا مؤاخذه يعني؟ وحشيل منك ليه يا ابو مطوى؟ ما هو يعني ما هو باين النغمه متغيره، خليك صريح يعني. على كل لو ما كنتش مأمني، المعلمه سنيه مأمناني مش كده؟ مأمناك يا ابو مطوى، قصدي مأمناك واضمنك برقبتي كمان. غدا. الحمد لله. خد يا حاج. ياخد عدويني كشتي جمالات. معلش يا سعد مالكش غدا النهارده عشان لسه جاي جديد، بكره ان شاء الله هيصرف لك اكل. ولا يهمك يا سعد، احنا ناكل سوا باذن الله. لا كتر خيرك يا عم سليمان. اسمي سليمان. كتر خيرك يا عم سليمان، احنا معانا اكل. انت بتعمل كده ليه يا حسن؟ ابني مهندس زراعه. اهلا وسهلا، عاشت الاسامي يا باشمهندس. مد ايدك، مد ايدك، ايه مد ايدك، ناكلهم سوا ولا هتسمع كلام الباشمهندس؟ لا ابدا، طلع الاكل الموجود يا حسن. حاضر يابا. هو في اكل كتير كمان تاني؟ الحمد لله الحمد لله، اهو يبقى عيش وملح. خير ربنا كتير يا ام سليمان. ربنا يكرمك يا حسن يا اخويا يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا ام سليمان. اهلا اهلا يا عم فضيل، اتفضل. الاكل كتير والحمد لله. كتر خيرك، افوت عليكم بعد ما تاكل. طيب بس انا مستنيك ما تتاخرش. قول بسم الله. ازيك يا عم سليمان؟ اهلا اهلا يا حلاوتهم. اهلا يا ستي. خد يا عم سليمان. ايه ده يا حلاوتهم؟ قرصتين بالعجوه عملتهم لك. كتر خيرك يا حلاوتهم، ربنا يخليك يا حلاوتهم وما يحرمنيش منك.
كل اللي بيجوا هنا في المستشفى عارفيني، اصلي بقالي 6 سنين. 6 سنين؟ يا هو انت عيان بايه يا عم سليمان؟ انا يا ابني كنت عيان، لكن الحمد لله بعد ما عملت 6 عمليات دلوقتي مش عيان. طب ما تطلب خروج. اخرج اروح فين يا ابني؟ ده انا كل ما يجي ميعاد خروجي افضل اتركب في الدكاتره عشان ما يخرجونيش. هو انت ما عندكش اولاد يا عم سليمان؟ ولاد؟ هصب لكم الشاي. مش كان واجب برضه تسافر مع ابن اخوك؟ بصراحه كده يا فطوم انا ضربتها في دماغي. قلت يا واد لا تروح من هنا وصاحب المصلحه يطب من هنا. وانت عارفه انا بقد ايه رايح جاي عشان المصلحه دي تتم والبيعه دي تتم. وصاحب المصلحه لو طب هيمضي ويدفع، ودي فيها سمساره مش قليله. انا قصدي بس عشان الباشمهندس حسن اهو يبقى شايلها لك جميل، ولما تكلموا على البيت فكرك كده يا فطومه. انت ايه اللي صحك يا هنوم؟ جعانه يا دي الفضايح. يا بنتي دي ما تعشتش. بقول لك اتعشت مرتين. مرتين ده ايه؟ انت يا بنت مش تعشيت لوحدك، وانا لما جيت اتعشى اتعشيتي معايا تاني؟ ولقمه صغيره. طب امشي يا بنت امشي. انت عايز تاكلني؟ ما يمكن البنت جعانه يا فطوم. جعانه ده ايه؟ بقول لك اتعشت مرتين. البنت بقت عامله زي الشوال. انت ما شفتش ناهد بنت خيريه؟ بقت عامله زي بتوع التلفزيون. بتحبيني يا ناهد؟ ما بتتكلميش ليه؟ وهي دي حاجه تتقال؟ لما نفسي يا ناهد اجي من الصبح واخطبك. وايه اللي حيشك؟ ايه العين بصيره والايد قصيره يا ناهد. لما نفسي اسافر زي اللي بيسافروا. ايه ده تسافر انت كمان؟ مفيش قدامي حل تاني. اديلي 8 سنين واخد الدبلوم وقاعد في الظل زي ما انت شايفه. بس لو اقدر اتحصل على عقد. اقول لك طب ما تحاول تشتري لك عقد. منين؟ إيه؟ ماني قلتلك العين بصيره والايد قصيره. خلاص يبقى بلاش نتقابل بقى لحد لما تشوف لك سيره. لا يا ناهد لا انا ما اقدرش. انت عارفه قد ايه انا بحبك. طب ما انت اللي بتقول مش عارف تعمل حاجه اهو. لا لو وقفتي جنبي هنعمل سوا. صباح الخير يا عم عوف. صباح الخير يا باشمهندس، اخبار المنحل ايه؟ الحمد لله تمام. ربنا ينولك اللي نفسك فيها يا باشمهندس. كتر خيرك يا عم عوف. انا كل ما بشوف المنحل بيكبر بفرح والله. اصلك شفته وهو لسه صغير. بسم الله ما شاء الله، دلوقتي بقى منحل بحقه حقيقي. الحمد لله ربنا جاب التعب بفايده. هو تعب بعقلي يا باشمهندس، ده انت شقيت على بال ما عملته منحل. ولسه يا عم عوف لسه ايه تاني؟ ناوي اعمل مزرعه ارانب جنب المنحل. والله فكره، حاتم الارانب بتولد كل يوم والتاني ومكسبها مضمون. ومن مكسب المنحل ومزرعه الارانب هصرف على بقيه الارض، اسمدها واشتري وابور حرت ومكنه ميه عشان ارجع لها عافيتها. ابويا الارض خدت عمره. حق يا ولداه، من يوميها واللي صابه صابه. الارض يا عم عوض عايزه العلم عشان يعمرها، وانا ان شاء الله هعمرها بالعلم. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. فينك يا عم سعد عشان تسمع الكلام الحلو ده؟ ازاي ابنك يعمل كده؟ الله يسامحه بقى. ده بيتك يا عم سليمان، ازاي تسيبهوله؟ اصل لقيت نفسي غريب فيه، لقيت نفسي محبوس في اوضه ومنزلين لي مرتبه على الارض، وطول الليل والنهار اوامر، لو جالك ضيوف ما تكلمهمش، اوعى تولع النور، اوعى تولع الراديو، ما يسيبوني ما تتنفسش. وازاي ابنك يرضى بكده؟ كفايه ان مراته راضيه. وابنك عارف انك هنا؟ يا سلام على الدنيا. عارف الدنيا دي عامله زي ايه يا عم سليمان؟ الحقنة. قول اتفضل الشاي يا جدي. يزيد فضلك يا بنتي.
ويرجع لك ابوك بالسلامه. يا رب يا جدي، تحسن ده انا قلقان عليه قوي. ربنا يطمنك يا بنتي ويريح بالك. هو خطيبك ما بيبعتلكيش جوابات؟ بقى له مده والله يا جدي ما بعتش ولا جواب، وانا مشغوله عليه. بوسطه ده عم بخيت بتاع البوسطه. جواب ليه يا عم بخيت؟ لا يا ستي، ده جواب جاي لجدك من بلاد بره. جدي ومرسل لكم 420 دولار مع حامله، ارجو ان تبيعوهم لحموده وتسالوه على السعر قبل ما تبيعوه، وزي ما فهمتك يا خيريه خدي بالك من الفلوس واحفظيهم في مكان امين. ما تخافش يا كندوزي، فلوسك يا اخويا في الحفظ والصون. ومرسل لك ايضا شنطه مليانه بكل طلباتك انت وناهد. يا بنت كملي الجواب قبل. استني يا اما لما اشوف جابعت لنا ايه. الله، ده فستان لي انا يا اما. ودي كمان، شوفي يا اما، شوفي دي جلابيه عشان ما تحرمش منك يا كندوزي. كتر خيرك يا اخويا انك فاكرنا في غربيتك. يا رب يا ساتر. مين؟ انا زكريا. تعالى ادخل يا واد. ازيك عمتي؟ ازاي؟ الله الله الله، ايه ده كله؟ ده الخير على قدوم الوردين. الله، ودولارات كمان. ده كندوزي بعتهم لنا عشان نقضي بهم مصالح. وماله، عقبال ما يبعت كمان وكمان. انما هتغير الدولارات دي فين يا عمتي؟ هغيرهم عند الواد حموده. لا حموده، لا حموده بلاش. ليه؟ ماله حمود؟ حرامي، والدولار عنده بيخس النص. امال هغيرهم عند مين بقى؟ عندي. عندك انت يا ولد؟ وباعلى سعر. هما كام؟ هما كام يا بنتي يا ناه؟ 420 دولار. 420 دولار. 420 دولار. 420 دولار في سعر البورصة في لندن. بس حلو قوي، يبقى 1350 جنيه. 1000 بس يا ولد؟ الله، بقول لك ايه، ده بأعلى سعر. خدي. خد يا عمتي، ادي باكو مقفوله اهو بختم البنك، وادي ال 400 مظبوط، ال 400 كله مظبوط كده. بقول لك ده باعلى سعر، امسك المال. الله، ايه ده؟ ايه ده يا عمتي؟ ده هدوم بعتها لك كندوز انا وناهد. ايه الهدوم دي؟ لا لا لا، انت هتلبسي الحاجات دي يا عمتي؟ امال هنرميها يا ولد؟ دي موت الهنود الحم. ورميه دي حلاوة، هتلبسي حلاوة؟ لا لا، الحاجات دي ما تنفعكمش. الحاجات دي بقى أنا هاخدها أغيرها وأجيب لكم هدوم آخر ألاجة وآخر قليصتة، مالكيش دعوة. بس بقول لك إيه، أنا حصان. أيوة عمتي، بقول لك إيه، لما تبعتي لعم كندوز تاني بيقولي لي ابعت لك الحاجات التقيلة، بلاش الهدوم الهلاهيل دي، يعني ابعت لك تلفزيون، فيديو، كاتشب ماشين. إيه يا أخويا؟ كاتشب ماشين. ايه كشاشين دي؟ كشاشين؟ كشاشين اللي هو بيكش لما يشين. والدي العزيز، بعد التحية والسلام. اسلام لعمرك يا حبيبي. أرجو أن تجد لي العذر في عدم إرسال الخطابات، وذلك لأن برنامجي كان مشغول طول العام بالمحاضرات الكثيرة والسفر الدائم إلى كل بلاد العالم. معلش، ربنا يصلح حالك يا حبيبي. ومن حسن الحظ ان مصر قد وجهت لي دعوة لإلقاء بعض المحاضرات بها، لذلك فإنني سأصل إلى مصر في القريب العاجل. يعني جاي مصر؟ يا من تكريم يا رب. مكتوب لي أشوفك يا نادر، مكتوب لي أشوفك يا حبيبي. ما قالش جاي امتى يا عطيات؟ لا يا جدي ما قالش. ايه الجواب تاني؟ لذلك فإنني سأصل إلى مصر في القريب العاجل. ما قالش غير كده يا جدي، دي تاني مرة أقرأها لك فيه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. لك نصيب تشوف يا مهدي. تاكسي؟ تاكسي مستر؟ أنت بتكلمني أنا؟ الله، هو سيادتك بتتكلم كده عربي؟ اه طبعا انا مصري. اهلا اهلا وسهلا، مع ان شكلك الموظف كنا كده باين عليك اجريجي يعني. انا اصلي بقالي 20 سنه في اوروبا. 20 سنه؟ الف حمد لله بالسلامه. طب تحب سيادتك تنزل في اوتيل ولا شقه مفروشه حلوه كده؟ لا انا لو سمحت عايزك توصلني بلدنا. بلدكم؟ ايوه جنب المنصوره على طول، عارف المنصوره؟ لا دي حسبه ثانيه بقى لا مؤاخذه. حسبه ثانيه يعني ايه؟ انا مش فاهم انت بتشتغل بالعقد.
لكن انت بانك فعلا بقالك 20 سنه بره. ايوه يعني انت عايز كام؟ 200 دولار. لا 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 كتير. انت مش شاتك بتقول مسافر بره وعارف الدولارات والحاجات دي؟ ايوه عايز اقول لك كتير خالص، ما اقدرش ادفع 200 دولار. مستكترهم عليا بقى. ايوه يعني 100 دولار بس، انا اخر مره جيت هنا رحت المنصوره دفعت 3 جنيه. انت بقى لك 25 سنه بيه ده المشوار ممكن. المشوار متعب، اول هرجع فاضي. يعني انا هدفع 100 دولار بس مش هقدر ادفع اكتر. ما ينفعش بيه، السنكريه طلعت العيشه بقت نار. خلاص هدفع لك اللي انت طلبته. اهلا 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 وزعم الف حمد لله بالسلامه. فضل سعاده الباشا. انا بقول ايه، اذا كان عقد دولارات ولا حاجه للتغيير انا تحت امرك. لا 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 مش لا ده انت جد بقى. الف حمد لله بالسلامه سعاده الباشا. دولارات معاك يا سمسم؟ يا اخويا في الحبس والسوق. بقول لك يا جزبط، ايوه عايزك تمشي بسرعه على 150 وقبل الرادار تهدي، عايزين نروح بورسعيد ونرجع الليله. اللي مش عاجبني فيك ان خلاص مفيش ثقه. خلاص طب يلا اخويا يلا بسرعه. استنى هنا لا تستنى. كل الفرح يرقص على السلام، كل الفرح يرقص على السلام. سكر والسلام السكر النبا، سكر والسلام السكر النبا. هغني للشباب، هغني للشباب ورقص البنات وحيد العودة. كل الفرح يرقص على السلام، كل الفرح يرقص على السلام. لو سمحت ممكن تطفي كاس الدم؟ ايوه بس دي اغاني جديده بقى، انما شربات اخر فل مزاج. دي متعبه جدا. حمايد حمايد مش ضاع. ها ها ها. ولا مالكش مسيح. حازم حازم في ايه يا بيه؟ لا لا مفيش حاجة. أنا آسف. اتفضل. حاضر سعادة الباشا. حاضر. والطريق كده تعبني قوي، لكن ألف حمد لله بالسلامة. الله يسلمك. ألف حمد لله بالسلامة. اتفضل. لما أصف كلمة، إيه دول؟ 200 دولار. أيوه بس دول ما ينفعوش. يعني إيه؟ اصل الطريق زي ما قلت لسيادتك من شويه تعبني قوي، والعربيه اتدشدشت بس احنا اتفقنا على 200 دولار. ايوه لا موظف الكلمه، بس انت عارف يعني يعني لولا ان انت مصري انا ما كنتش ركبتك. احنا اتفقنا وهم دول وبس. انا ما قلتش لا. فيفتي كمان. لا ليه؟ الله الشكمان اتخبط والسنكريه لموظف الكلمه برضو انت عارف غلويين شويه. لا طيب قروصه سجاير بتاعت بره. لا حاضر. ألف حمد لله بالسلامة يا بيه. متشكر. ألف حمد لله بالسلامة يا أخوي. واد عصام. أيوة يا حمد. مين الفند اللي نزل من العربية دي؟ باين عليه غريب. طب وجاي لمين؟
سعد سعد زكريا سعد سعد مين انت مين انت مين لا مؤاخذة انت اللي مين مين عمتي نادر الدكتور نادر ابن اخويا الحمد لله على الحمد لله على سلام ازيك يا عمتي ازيك يا حبيبي بنتي يا هاب يا بنتي ما انتش عارفه عمك يا بيت عمي ايوه عمك الدكتور نادر اللي عايش في بلاد بره اهلا وسهلا يا عم ما تاخذهاش يا نا معلش اصلها صغير انت مش عارفها دي عطيات بنت سعد اخوك ايوه اهلا اهلا وسهلا امها والدتها الله يرحمها بعدين انت ما سافرت يا الف حمد لله على سلامتك يا نار بنت يا هابي روحي بنت ده لقيت روحي بنت اوه اهلا ابني ازيك يا هابي ازيك يا ابني ازيك يا حبيبي ازيك يا ابوي ازيك يا اهلا يا ابني 20 سنة ما شوفكش أنا نادر اللهم لك الحمد والشكر يا رب وحشتني وحشتني أوي 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 أنت اللي وحشني تفضل يا ابني تعال افتح باب المنظر يا ابني افتح باب المنظر اللهم لك الحمد والشكر يا رب تفضل تفضل يا نادر اقعد يا ابني اقعد 20 سنة ما شوفكش يا نادر ازيك يا ابوي انا ما كنتش مصدق عيني ان اشوفك تاني انت وحشتني وحشتني قوي 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 يا نادر ازيك يا ابني مال عينيك يا ابوي الحمد لله يا ابني ده بقالهم يجي سنة تعبانين ما فيش دكتور شافهم ايه ازاي بقى لا طبعا الدكتور شافه حسن خد وداه للدكتور في مستشفى الرمد في مصر حسن ايه حسن ابن اخوك ساعد ده باش مهندس زراعه قد الدنيا بس انت ما شفتوش وما يعرفكش والدكتور قال ايه الدكتور قال انه عنده ميه بيضه ومحتاج عمليه وما عملتوهاش ليه اهي ظروف بقى يا دكتور نادر ظروف ظروف ايه خلاص بقى يا دكتور العمر ما فيش قد اللي فات لا لا الكلام ده مش مظبوط انت لازم تعمل العمليه لازم تعملها هتعملها في اكبر مستشفى وبعدين انت ليه ما كتبتش قلت لي ان عينيك تعبانه ما حبيتش اقلقك يا ابني ما انت كل جواب كنت بتقول فيه انك مشغول خالص ومش فاضي ده اسمه كلام انا هبقى مشغول عنك انت يا ابويا ده كلام زكريا فين زكريا في مصر وسعد ايه مات لا يا اخويا بعد الشهر ده بس في القصر العيني في مصر حسن وزكريا خدوه ودوه المستشفى تعبان شويه تعبان تعبان ازاي عنده بعد عنك الطحال المتضخم والدكتور قال انه محتاج عمليه يشيل الطحال الكلام ده من امتى ده بقى له سنين كتير على الحال ده طب ما قلتليش ليه كل ده وانا معرفش للدرجه دي انا بقيت غريب عنكم استغفر الله يا ابني استغفر الله ما تزعلش نفسك يا ابني ايه اللي اتكسر هيتصلح يا دكتور نادر اكيد 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 لازم يتصلح كله باذنه يا ابني قوم انت يا دكتور نادر انت لسه جاي من السفر وتعبان ومغسل وشك كده بشويه ميه بارده واشرب لك فنجان شاي بنتي عطيات ايوه يا عمتي قوم صب الميه لعمك يا بيت حاضر قوم يا اخويا اكلوا فوطه يا عطيات حاضر يا جد لا متشكره انا معايا كل حاجه خيريه نعم يا اخويا ما تنسيش تذبحي له ذكر بط وتحشيه بالمرثى اللي كان بيحبها زي زمان من عناية يا اخويا من عناية ما تحملش هم حتى انت كمان اتغيرت ما بقتش النيل بتاع زمان فين يا ترى النيل بتاع زمان زمان كنت جبار جبار بس شهر
حصل لك ايه دلوقتي؟ استسلمت ليه انت كمان زيهم؟ كنت فاكر حلاقيهم احسن من كده، لكن للاسف لقيتهم مش دارين بالدنيا من حواليهم، فاكرين ان التقدم تلفزيون وفيديو بس. انا لازم اساعدهم. ايوه هساعدهم، انا معايا الفلوس، ضروري اخرجهم للدنيا الجديده اللي انا عارفها كويس. انت بتقول ايه يا نادر يا ابني؟ هي في حاجه بترجع زي ما كانت؟ الفلوس ترجع كل حاجه يا بابا. برافو عليك يا نادر بيه، الفلوس تعمل كل حاجه. الفلوس ترجع الكركوبه من تاني محبوبه اهو، عشان كده لازم تعمل العمليه. ها ملهاش لازمه العمليه دي يا نادر. ملهاش لازمه ازاي بس يا حاج مهدي؟ ده نظرك اغلى شيء في الدنيا. بس الغرض بقى انه يعملها في مستشفى خصوص. اه اكيد طبعا، وسعد كمان هيعملها في مستشفى خصوص. ابويا خلاص دخل القصر العيني، هنخرجه منها يا حسن. ابويا يا عم اتعود على القصر العيني، يعني هيعمل العمليه هناك. ده رايي يا حسن، عمك هيتكفل بكل حاجه. كتر خيره يا عم. كتر خيره ايه يا حسن؟ ده اخوه ابن امه وابوه. وبعدين انت مالك؟ ما تخليه يعمل له العمليه في الحته اللي هو عاوزها. افرض المره دي عملها في المستشفى الخصوصي، المره الجايه هعملها فين؟ يا اخويا ربنا ما يجيبش مره تانية. انا مش عارفه انت بتفول على ابوك ليه بس يا حسن. كل اللي يجيبه ربنا كويس يا عمتي. انت بتعرض ايه يا حسن؟ انا مش فاهمة. انا اللي هدفع. كتر خيرك يا عم، برضه ابويا هيعمل العمليه في القصر العيني. سيبك انت من الحكايه دي، انا هحلها لك. في حاجه تانية؟ ايوه البيت. البيت ده انا عايزه يتهد ويتبني من جديد. يتهد ويتبني من جديد يا نادر بيه؟ انت بتقول ايه؟ البيت لسه جامد يا نادر يا ابني. جامد ايه يا شيخ مهدي؟ البيت سب من بعضه خلاص، اصلك انت مش شايف. استغفر الله العظيم، كل ذنب عظيم. انا عايز البيت يرجع زي ما كان بالظبط يا عمي. ها يرجع ان شاء الله يا نادر بيه. اسمعوا يا جماعه، الحق حق، انا ليا نصيب في البيت ده، ودلوقتي لما انتوا هتهدوه وتبنوه من تاني قبل كده لازم تتمنوه، وكل من ياخد حق. نصيبك مضمون يا خيري. في حاجه تاني؟ الارض. ارض ايه؟ الخمس فدادين اللي اتصرفوا على تعليمي يرجع تاني. ما تقلقش يا دكتور نادر، الارض عند عمك الحاج منسي. ايه بس دول يا عمي؟ الفلوس اللي انت عايزها انا هديها لك. عدك العيب يا نادر بيه. لا، ياخد بس الفلوس اللي سلفها لي. فلوس ايه يا شيخ مهدي؟ دي كان زمن وده زمن. لا، الفلوس اللي انا خدتها منه بس يا نادر. ده رأيه يا شيخ مهدي؟ كل واحد له اداب. ثم الارض دي انا خدتها ارض زراعيه، دلوقتي دخلت كربون البلد، يعني بقى التقسيم مباني. شوف النهارده بقى متر المباني بكام. الارض لسه زراعيه يا حاج منسي. بقول لك دخلت كربون البلد. خلاص خلاص خلاص، الفلوس اللي انت عايزها انا هديها لك، المهم الارض ترجع. اعتبرها رجعت يا نادر بيه. طب الارض دي دلوقتي عايزه خدمه، مين بقى اللي هيزرعها؟ انا لما عرفت انك خريج زراعه قلت هايل كده، هنسرح سوا ونقدر نتفاهم بسهوله. ما انا كمان خريج زراعه قديم يا استاذ. ومن اكبر الخبراء في العالم في تربيه نباتات الزينة. على كده انت وفرت عليا المقدمه الطويله اللي كنت هصدع دماغك بيها. طب وهنقدر نتفاهم سوا في ايه بقى ان شاء الله؟ حسن، الارض اللي هناك دي انا عايز اغير مواصفات التربه الطينيه بتاعتها. تغير مواصفاتها؟ عايزين نحولها لتربه صفراء زي دي بالظبط. ونحولها لتربه صفراء ليه؟ يا استاذ يا خريج زراعه، طبعا انت عارف ان التربه الصفراء هي اللي بتدي النبات الغذاء المطلوب. بعد كده نقسمها ونعملها صوبات. طب وهنعمل كل العمليات دي ليه اذا كانت الارض كده صالحه للزراعه؟ زراعه ايه؟ زراعه القمح والرز والفول. احنا مش هنزرع لا رز ولا قمح ولا فول، مفيش محاصيل تقليديه. هنزرع ابصال. ابصال يا حسن. ابصال ليه؟ عشان ننقل اوروبا لحد هنا، فاهم؟ يا عمي اوروبا حاجه واحنا حاجه تانية خالص. اوروبا دلوقتي بتعيش في عصر الرفاهيه، من حقها تزرع نباتات الزينه، انما احنا من واجبنا ان احنا نزرع عشان ناكل. النظريه دي قديمه وغلط. وسائل المواصلات دلوقتي عملت تغيير فظيع في الحياه. حسن، ما دام معاك فلوس تقدر تجيب الاكل اللي انت عايزه من اي حته. تجيب لحمه من امريكا، سمك من اليابان، جبنه من الدنمارك، اللي انت عايزه يا حسن. صدقني انا عامل المشروع ده في مزرعتي هناك، وبصدر لكل انحاء العالم. بصدر لها فنبخيا، بصدر لها دراسينا، بصدر لها فوجير، بصدر لها تيوليب. ادي الصابون.
ستر. طيب بالراحة. وادي اللبان. اللبان. وادي الفسكة فيه. ليه؟ فسكة فيه. فسكة فيه. وادي الريحة. أيوة. الشامبو. الشامبو. وادي الكشب. الكشب. أيوة الكشب. زيت المقودة. زيت المقودة. وادي الريحه برضه. الريحه كل حاجه. وادي الكريمات. هدي. أيوة. يلا روح انت ادي البضاعه دي لزوار. ايوه حلو كده او كده بقى في ثقه. طيب يا اخويا مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. على مهلك. حاضر. فين بقى البضاعه بتاعت ابو مطوه؟ ما قلنا لما يدفع الحساب القديم الاول. الله، ما قلنا ما نظمناه يا ابو الزين. بقول لك يا سنيه، ما تتدخليش بينا وبين بعض. ليه بقى كده؟ مزاجي كده، انا كده، وبعدين احنا رجاله مع بعض، ايش اخسشك انت منا؟ ايه الحكايه يا زكريا؟ بقول لك ايه، لما الرجاله يقعدوا يتكلموا مع بعض الحريم تخش جوه. اسم الله، من امتى يا عمر؟ من النهارده. يا سلام، ما تنفش ريشك عليا قوي كده لقصقصهولك. الزمي حدك يا سنيه. وان ما لزمتش حد يا زكريا. استنى بس يا معلمه، استنى بس. انا ما يرضنيش انكم تتخانقوا بسببي يعني. انا ماشي هزيكم. ماشي، بس بقى خليك فاكرها. اوكي. حاضر يا زكريا. دلوقتي البضاعه بتاعتك. بتعملي ايه يا بيت؟ ما فيش. انت بتحط احمر. يا بنت الكندوزي، ما كل البنات بتحط احمر يا ام. مال الدوري كبير؟ لا ده مش بتاعي يا ام، ده بتاع هناء. هناء؟ وانت بتعملي زي هناء؟ هو احنا زي هناء؟ وهناء مالها بس يا ام؟ دي جاي لها واحد مهندس يخطبها. مهندس مين يا بيت؟ يا خوفي لا يكون حسن ابن خال. لا يا ام، ده ابن السعيد الطويل. ابن السعيد الطويل؟ طب ولا وهو بكام ده يا بيه؟ بعشرين جنيه. عشرين جنيه حتة واحدة؟ اه يا ام، اصله من البوتيك اللي فتح جديد في الكفر، مستورد. هو حلو عليك بس لو ابوك عرف. يوه، وابويا؟ ابويا هيعرف منين بس يا ام؟ طب اسمعي يا بيه، خدي تعالي هديكي فلوس وتشتري واحد. واحمر خدوك كمان يا ام. ربنا يخليكي. سلام. مين؟ زكريا. ازيك يا عمي؟ ازيك يا زكريا؟ اهي يا ولا، ما فيش حاجه. خد يا مزبزين ناهي، خدي عشاني. ايوه. الله، اهدي اهدي يا ولا. لا بس ارفعيها شويه. ايه هو ده؟ ايه في ايه؟ هتلبس ده؟ ايوه تلبس وتلبس. ده قصير قوي. هو الموضه كده يا عمتي، خلي البنت تلبس ولا هتفضل فلاح. البنت على وش جواز. الله، انت عايزه تميلي بختها. خد وانت كمان البسي ده. انا؟ اهدي يا اخوي، هو انا هلبس منقط؟ ايوه تلبسي منقط. يلاقي الملز ده والبسيه. يا خيبك، انت عايز تجرسني في البلد يا ولد؟ اجرس ده ايه؟ ده هيبقى اخر الاج عليكي. الاج ايه؟ انت شايفه انه حلو يعني؟ قوي. بقول لك ايه؟ بعت العم الكندوزي؟ ايوه بعتي. قلت له يبعت التقايل؟ قلت له على كل حال. قلت له يبعت الفيديو والتلفزيون والخلاليط والمشاشين. ايوه هي المشاشين دي، عداك العيب. حاج منسي، المشاريع دي كلها هتبقى انت مسؤول عنها. اطمن يا نادر بيه، كل حاجه هترجع زي ما كانت. عشان كده بقى يا بابا انا هكتب لحضرتك شيك على البنك بتاعي في مصر. مصر؟ وانا ايه اللي هيوديني مصر يا نادر يا ابني؟ تروح يا شيخ مهدي، تروح. اكتب يا نادر بيه، اكتب. يا نادر، ده انا ما رحتش مصر من يوم ما كنت بودي لك الزواده وانت في الجامعه. وماله يا اخوي؟ تروح مصر، الحاج منسي مش هيسيبك ابدا. لا انا هفضل معاك على طول، مش هسيبك لحظه واحده يا شيخ مهدي. اكتب يا نادر بيه، اكتب. انا هكتب لحضرتك شيك ب 30,000 دولار. 30,000 ايه؟ 30,000 دولار. يو 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 يو، 30,000 دولار؟ ودول يطلعوا كام في المصري؟ انا اصلي يهمني انكم تبقوا مش محتاجين لاي حاجه. الهي ما يحويك ابدا يا دكتور نادر. يا ابني احنا مش محتاجين لحاجه، مستوره مستوره والحمد لله. زيادة الخرخرين. اتفضل يا بابا، اتفضل. قلت لك يا ابني مش محتاج لحاجه.
انا بس عاوز اطمن واشوفك. مد ايدك يا شيخ مهدي ما تتعبوش. مد ايدك يا اخويا ما تكسفوش. خد. ايه دول؟ 40 جنيه. 40 ايه؟ ودول بس يعملوا ايه يا نار؟ ما هم دول اللي قدرت اخدهم من امي. ما ينفعوش. انا قلت لك عايز 1500 جنيه. يا سلام، ما انت كنت قايل 1200 جنيه بس. ايوه بس يعني لسه عايز اجهز نفسي ولسه هعمل الباسبورت والورق، عايز مصاريف يا ناهي. ايوه بس انا خايفه. يبقى انت بقى اللي مش عايزانا نتجوز. لا لا ما تقولش كده يا ناهي. دي حبيبتي انا بعمل كل ده عشان مين؟ ما هو علشانك، وكله في الاخر هيرجع لك. سلم. ما اقدرش يا سعيد. يبقى خلاص خليني قاعد، ولا تقدم لك ولا خطوبك ولا البسك الشبكه ولا تبقي زهقانه صاحبتي. لا 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 اخص عليك، اخص عليك، ده انا بحبك. واني كمان يا ناهي بحبك، بس الحب عايز فلوس. جمدي قلبك ما تخافيش، انا معاكي. بيدخل من تحت الهدوم ازاي؟ لا لا لا، ده مش ناموس، ده اكيد جاموس. لا انا لا لا لا، يشوفوا لهم حل. لا لا غير رأيك بلومة قبل ما تسافر. لا معلش مش حاضر يا عمتي. خلاص يا خيرية سيبيها على راحته. راحته ازاي بس يا اخوي؟ ده من امبارح ما كلش لقمة. ما كلش؟ ايوه ما كلش، حتى ذكر البط ما حطش منه حتة ببقه. ليه يا نادر؟ مش ده يا ابن البط ابو مرتي اللي انت كنت بتحبه زمان؟ معلش ابويا، اصلا البط دسم قوي وانا بحاول اعمل رجيم. رجيم؟ طيب اشوف وشك بخير يا بابا. الله، وانت مش راجع تاني يا نادر؟ لا 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 راجع، اكيد راجع. انا بس هروح مصر اخرج سعد من القصر العيني وادخله مستشفى خصوصي، وبعدين اجي لحضرتك عشان تعمل عمليه عينيك. ربنا يخليك ويبارك فيك يا نادر. تعال أسلم عليك. شوف وشك بخير يا ابني. يو بيقول لك راجع يا حاج مات. أكيد أكيد يا عمتي راجع أكيد. إن شاء الله يا ابني. طبعا طبعا إن شاء الله. انت جيت هنا قبل كده؟ ايوه بيه كتير. ده كان تقرر اجراء عمليه ليه فورا يا فندم. وما عملهاش ليه؟ هو كان اسمه في قائمه الانتظار. يبقى ايه، اعمل عمليه فورا ان شاء الله يا فندم. اعملها يوم الخميس الجاي. حاضر يا فندم. امال فين التشخيص؟ اسمك يا راجل انت؟ خدامك سليمان سالم بيه. بتشتكي من ايه يا سليمان؟ عيان بيه؟ انا كنت عيان وعملت 6 عمليات. دلوقتي عيان بيه؟ لا لا دلوقتي مش عيان. مش عيان؟ امال قاعد هنا بتعمل ايه؟ ايه حكاية الراجل ده؟ لا دي فوضى. فوضى لا يمكن تستمر. هلا مين المسؤول عن كده؟ أنا هتصرف. إيه بس اللي خلاه يشوفك؟ ما اتدنتش منه ليه؟ هو أنا يعني كنت عارف إن المدير الجديد اللي هيمر، أنا كنت فاكر زي الأول. طب وبعدين؟ هتعمل إيه دلوقتي؟ اللي يعمله ربنا بقى. روح اترجاه. لا 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 لا، أنا تعبت.
لو سمحت من فضلك. حضرتك عايز مين؟ انا عايز سعد مهدي. سعد مهدي اهو. سعد، سعد حضرتك ليه؟ سعد بص لي. دكتور نادر. سعد دكتور نادر وحشتني. ازيك؟ الجبهة الطويلة دي؟ مشاغل غصب عني. ده عم سليمان. عم سليمان. أهلا وسهلا. الدكتور نادر أخوي. أخوه؟ أيوه، أصله كان مسافر بلاد بره بقاله 20 سنة. 20 سنة؟ يا ده عمر. اقعد يا دكتور نادر. متشكر. عاش من شافك. ازيك؟ الله يسلمك، عاش من شافك. وانت كمان جدا جدا يا سعد. عاش من شافك. ما تتصورش كان نفسي اشوفك ازاي من هو في ايه؟ عشان الزيارة ابتدت. زيارة؟ يلا يلا بينا من هنا يا سعد. يلا. هذا فين؟ لا يا عم، ابويا مش هيطلب من المستشفى. يعني ايه في ايه حصل؟ ابويا هيعمل عملية هنا. يعمل عملية؟ ليه مصمم انه يعملها هنا؟ عجبك المستشفى دي؟ هي دي يا عم المستشفى اللي بيتعالج فيها. انا هدخله مستشفى استثماري. احنا مش مستنيين احسان من حد. احسان؟ انت فاهم غلط يا حسن، سعد ده اخويا. من امتى؟ من امتى؟ طول عمره اخويا. وكنت فين من 20 سنة؟ كنت بره، كنت بكون نفسي، بشوف مستقبلي، لما كونت مستقبلي رجعت. وجاي في زيارة. امال يعني عايزني اقعد هنا؟ انت ليه واخد مني موقف يا حسن؟ انا مش قادر افهم. لا يا سعد، مش هتعمل عمليه الاشعه. لا مش هيعمل اشعه، هو هيخرج من هنا. امال جاي هنا ليه؟ هيعملها فين؟ الله، انت ليه بتزعق لي؟ يلا يا عمي قوم. عن اذنك يا دكتور. يلا بابا. اتفضل. يلا. على مهلك، على مهلك يا سعد. على مهلك يا ابا. يلا يا عم سليمان. على فين؟ مدير المستشفى عايزك. المدير؟ استر يا رب. اتنفس نفس عادي لغايه ما اقول لك وقف. خد نفس عادي خالص. انت بتشكي من ايه؟ خليك معايا، رد عليا شويه. هنا. عملت عمليات قبل كده؟ ايوه. اخر عمليه عملتها امتى؟ من 4 سنين. طب ايه شكوتك حاليا دلوقتي؟ هنا. طيب نفس نفس عادي. خليك معايا شوية. أول ما أقول لك امنع النفس توقف النفس خالص. امنع النفس خالص، وقف النفس، ما تنفسش دلوقتي. اتنفس، خد نفس عادي. ممكن تنام بقى تاني عادي. اتنفس عادي، خد نفس عادي. نعم، عايز تنام خالص. رايح نفسك خالص. ايوه. ما بتتكلمش ليه؟ ايه اللي قعدك في المستشفى من غير عيا؟ الظروف يا سعاده البيه. ظروف ايه دي اللي تقعدك في المستشفى 6 سنين؟ انت ما عندكش ولاد. انت لازم تخرج من المستشفى حالا. لا بلاش حالا دي يا سعاده البيه. ابوس ايدك، بلاش حالا. ارجوك يا سعاده البيه، خليني اليوم الجمعه. اشمعنى يعني يوم الجمعة؟ أنا في عرضك يا سعادة البيه. يوم الجمعة. يوم الجمعة وبس. مرز. مساء الخير. مساء النور. دي جورنال؟ أيوه. اتفضل. لا ماني ما اعرفش. السلام عليكم. سعد. على مهلك يلا. ازيك يا حبيبي؟ زكريا. ازيك دلوقتي يا سعد؟ الحمد لله. انت ناوي برضه تعمل العمليه في المستشفى هنا؟ ايه ده مين دي؟ الله،
انتوا ما تعرفوش بعض ولا ايه؟ لا انا ما تعرفتش لسه. ده اخوك الدكتور نادر يا زكريا. ده زكريا؟ نادر اخويا. ازيك يا نادر؟ انت قلت كده يا ولد؟ ايه دي؟ انا زعلان منك. ليه؟ انت جبت كده قلت عدوني. معقول؟ ده انت وحشني جدا جدا. لا لو كنا وحشناك ما كنتش غطست كده ولا قبيت شيء. معقول؟ انا مش مصدق عينيا. نادر بشحمه ولحمه. وانت بتشتغل فين دلوقتي يا زكريا؟ اهو بلقط رزقي. يعني مبسوط؟ بلاش يا رضا. لكن انت باين عليك عايش عيشه على الارض. انا عندي دلوقتي مزرعه كبيره جدا بزرع فيها مختلف انواع الزهور وبصدرها لكل انحاء العالم. بسم الله ما شاء الله. ادي الاخوات ولا بلاش. تلاقي ابوك فرح قوي لما شافك. حكم احنا عارفين كان بيحبك قد ايه. كان دايما يطبطب عليك وياخدك في حضنه ويديك المصروف من ورانا. انت لسه فاكر يا زكريا؟ زكريا ابوك تعبان قوي. قصدك يعني عشان حكاية عينيه دي؟ بالظبط. حسن وده مستشفى الرمض وأمروا له لازم يعمل عملية. لا رمض ايه بلاش كان فارغ، هيعمل عملية في مستشفى استثماري. لا استثماري لابونا ما ينفعش عشان مفيش مية. مية يعني ايه مية؟ مية يعني ماني فلوس. لا ما تقلقش يا زكريا، من ناحية الفلوس الفلوس موجودة والحمد لله. ايه الفلوس موجودة يا سعد؟ الفلوس موجودة وأبونا ما ينفعلوش إلا في استثماري. ما دام الفلوس موجودة هو أبونا وأبو حد غريب؟ بالظبط كده. أنا عايز كل حاجة ترجع زي ما كانت. هو في حاجة بترجع زي ما كانت يا دكتور؟ لا في يا سعد، بس أنت بتخرف شوية فيه. ما دام فيه مية كل حاجة ممكن ترجع. برافو عليك يا زكريا، أنا كنت عايز أسمع الكلام ده منك. اسمع، أنا كتبت لبابا شيك ب $30,000. كام؟ $30,000. ما أنا قلت لك يا زكريا، أنا عايز كل حاجة ترجع زي ما كانت. ترجع وأبوها كمان يرجع، وانا بقى مش هسيبها الا لما ترجع. بس هي ايه اللي ترجع؟ ايوه يا زكريا، ابويا عارف والحاج منسي الاخر عارف. هو الحاج منسي كمان في اللعبه؟ انا عايزك تقف معاه. ها اطمن، انا اللي هقفله. قصدي انا اللي هقف معاه. سافر انت وحط البطه بطيخه صيفي، ولا انت مستنى شويه؟ لا انا هستنى شويه، مش هسافر دلوقتي على طول. اسمع يا زكريا، انا عايز عارف هوديه مستشفى استثماري. اطمن انت وحط البطه بطيخه صيفي، روح لقندتك ريح شويه ومالكش دعوه بالموضوع ده خالص. انا هعتمد عليك. طبعا سعد، خد دول دلوقتي. ايه ده؟ ابويا مش محتاج فلوس. ده رايح حسن، ده رايح. ابوك مش محتاج. انا كلنا عارفين انه مش محتاج. روح انت يا اخويا ريح في اللوكاندا، مالكش دعوه. روح انت. انا هعتمد عليك يا زكريا. طبعا. انا اذك يا اخويا. مع السلامه يا اخويا. الف سلام. ايه يا عم ده؟ في ايه؟ خدت الفلوس ليه؟ هي دي فلوس يا بني ادم، دي دولارات. تقول لي فلوس؟ بقول لك يا حسن، عمك غني وجاي من بره وضميره بينقح عليه. احنا بقى مهمتنا ان احنا نريح ضميره ونهديه، مش كده ولا ايه؟ يما الدولار على الباب دور اناديته، يما الدولار على الباب دور اناديله، يما اما يما الدولار على الباب نور انا ديلو. ايه ده سلسل؟ هلا، مش تقول انك هنا؟ انا لسه داخله دلوقتي حالا يا ابو الزين. طب حضري لقمة كلها علشان مسافر دلوقتي. مسافر رايح فين؟ مسافر البلد. البلد تاني؟ هي شغلانه يا ابو الزيك، ما انت من كام يوم لسه جاي من البلد. معلش دي ماموريه مهمه ولازم اعملها. طيب يا اخوي، بس الماموريه دي ايه بقى؟ لا لما تحصل هبقولك. انت بتلعب من ورايا دلوقتي؟ معلش الموضوع ده بالذات بقى عايز تكتم وسرية يا سنس. خص عليك يا بوزيك، تكتم وسرية على سنسن؟ لا على ابويا كمان. ماشي يا بوزيك، امرك. ابوزيك يا ويكا للواد جزبط، افتحي له الباب. ابوزيك يا ويكا. اهلا 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 يا جزبط. صباح الفل يا سونس. صباح الهنا، صباح الورد، صباح الفوق. يختي وشه منور، وشه منور. جوزبط، انتوا مسافرين البلد صح؟ ليه؟ انا شعرفني علم علمك حتى انت كمان يا جوز جزم كده او كده بقى. مفيش ثقه، خلي عندك ثقه. انا لو اعرف حاجه كنت قلتها لك. ماشي ماشي يا جوزبط، استنى عليا. قادر
صباح الخير يا بزبط. صباح الفل يا بزيك. عربية جاهزة؟ جاهزة وقلستة وقشطات ودايرة بره في الفضاء الخارجي. طب يلا بسرعة عشان مسافرين دلوقتي. ايه ده؟ مش هتاكل لقمة الأول يا بزيك؟ معلش. كليها انت. أكل بس المرة الجاية أنا اللي هأكلها لك يا بزيك. ناويت تسافر امتى عشان تصرف الشيك يا شيخ مهدي؟ مش هتصرفه يا حاج منسي. مش هتصرفه؟ مش هتصرفه يعني ايه؟ امال هتعمل ايه؟ هرجعهوله، هرجعه النادر لما يجي. ترجعهوله ده ايه؟ عبد كده يا خيريه؟ لا طبعا الكلام ده ما يعجبنيش. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج مهدي؟ ده فلوسه وخلاص طلعت من ذمته. يا شيخ مهدي الشيك ده انا ليا فيه نصيب. نادر قبل ما يسافر قلب عظمة لسانه الدول اللي هو عايزه. واني كمان يا اخوي الشيك ده انا ليا فيه نصيب. الدكتور نادر قال كده. عشان كده مش هصرفه، هرجعه لنادر اما يجي. وحقي حقي يا شيخ مهدي هتاكلوا علي؟ وحق انا كمان هتاكلوا علي؟ كده حتى انت يا خيريه يا خساره انت خلاص قلعت برق الحي مشيت على المكشوف. سيبك بقى من الكلام ده اللي مش جايب تمن، وخلينا في الشيء وقولينا هتسافر امتى عشان تصرفه. انا مش هصرفه، انا هرجعه النادر تاني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ابو زيد، جيت في وقتك. انا دايما اجي في وقتي. خير فين؟ احضرنا يا سيدي ابوك. اشمعنى؟ مش راضي يصرف الشيء. ما هو ده اللي جابني. لو انت عرفت. امال ايه؟ نادر قال لي انت المسؤول عن صرف الشيك ده. ايه لكن ده قال لي. ها؟ ما هو قال لي وبأدي لعمك اللي هو عايزه. عدك العين. وما قالكش كمان تدي لعمتك خيريه نصيب ايه؟ نصيب ايه؟ نصيبها في ايه؟ في الدار يا اخوي. دار ايه؟ دار ابويا. هو انا مش ليا نصيب في الدار دي؟ وقبل ما تهدوها لازم تتمنوها وتدوني حقي. ايوه طبعا هتاخدي حقك. قال لي استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وما تنساش كمان تعمل حساب سعد اخوك تطلع له قرشين ان شاء الله عشان خاطر ولاده. طبعا انا عامل حسابي كله هياخد. تعيش يا زكريا. شوف يابا انا نادر اخويا حملني امانه والامانه صعبه. ونعم المختار. الله يكرمك يابا. قال لي ما تسيبش ابوك، قصدي ابونا، علشان كده انا جيت علشان انفذ كلامه. انت عايز ايه يا زكريا؟ شيك. قصدي يابا تيجي معايا عشان نصرف الشيك. لا انا مش هصرف الشيك، انا هرجعه لنادر لما يجي. نادر ايه اللي هترجعه له؟ نادر يابا خلاص سافر. سافر؟ ايوه سافر، وانا بنفسي بوصله لحد المطار، وقبل ما يركب الطياره وصلني على الشيك. انا كان قلبي حاسس. يابا نادر مش فاضلنا. الراجل عمل اللي عليه. عمل اللي عليه واكتر شويه. قلت ايه يابا؟ خلاص يا زكريا. خلاص. هسافر. سيداتي سادتي. يسر جمعية رجال الأعمال أن تستضيف اليوم في ندوتها الخبير العالمي المصري في تربية نباتات الزينة الأستاذ الدكتور نادر مهدي. سلام يا عم مهدي، احنا كده خلاص وصلنا مصر. الله يسلمك يا حسان. نطلع من على البنك. بنك ايه بس؟ الساعه لسه 7. البنك فاضل له يجي ساعتين ثلاثه يا عم مهدي. ما نقعد نستنى قدام البنك. نستنى ايه؟ هو من قله بيوت يابا، احنا هنروح بيتنا كلنا لقمه وبعدين نطلع البنك. طب منظور ساعد على ما يفتح البنك. يابا ما فيش زياره دلوقتي، ما هو البنك زي المستشفى. معلش مش هينفع. كل يابا. الحمد لله الذي اطعمنا واسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله. اعملي شاي بالعجله السنه دي. عيني
معلش يابا، انا هستاذن مشوار صغير كده. يا على فين يا زكريا؟ ده هو مشوار صغير نص ساعه وراجع طوالي. طب ما تتاخرش يا زكريا. لا يابا مش هتاخر، طمن. وبعدين جوز بط معاك. عن اذنك يابا. ما تتاخرش يا زكريا، للبنك يقفل. ان شاء الله تعمل العمليه وتقوم بالسلامه. ان شاء الله ربنا هيكفر بخاطرك. زكريا اتاخر قوي. الساعه كام دلوقتي يا حسان؟ الساعه دلوقتي تيجي 11. يا ترى راح فين دلوقتي؟ هو له عاده يتاخر كده؟ ابدا، اول مره يعملها. بس الظاهر بقى ان في حاجه مهمه قوي قوي هي اللي اخرته. يعني فاضل كتير على البنك ما يقفل؟ هو فاضل يجي ساعتين. ساعتين؟ ده احنا يا دوب نلحق. لازم اصرف الشيك النهارده واسافر البلد النهارده باذن الله. عموما انا تحت امرك، تحب نروح نصرفه على ما هو يجي؟ نصرفه؟ عشان تلحق تروح. وانت تعرف طريق البنك يا حسان؟ امال ايه؟ مش البنك اللي في جاردن سيتي؟ طب يلا بينا، عشان جاي زكريا اتاخر والبنك يقفل. يلا يا عم مهدي، بس قول يا رب. يا رب. عشرين، تسعة وعشرين، تلاتين. معاك $30,000 يا حاج. هدوهم يا حسان. مظبوطين يا عم مهدي؟ مظبوطين؟ ايوه. كتر خيرك يا ابني. العفو يا حاج. حطيت الفلوس في الشنطة يا حسان؟ ايوه يا عم مهدي. طب ناولني الشنطة. عديتهم كويس؟ مظبوطين. ايوه مظبوطين، اطمن، خلي في ثقة. مظبوطين و24 قيراط. اقعد يا عم مهدي، استريح هنا على ما اروح اجيب لك العربيه قدام البنك. اوام اوام. انت هتسيبني لوحدي؟ ما انا هسيبك في البنك، وانا هسيبك في المولد. طب ما تاخرش عليا. عينيا يا عم مهدي. كويس كويس انك لسه مشيتش يا عم الحاج. انت مين؟ انا المراجع بتاع البنك. اسال الجدع الشرف، هو بيديك الفلوس؟ طلعوا ناقصين $1,000. ناقصين $1,000؟ ايوه اهم. امال حسان كان بيعد ايه؟ بيعد ايه يا حاج؟ مش تخلي بالك كويس؟ لازم الفلوس تعدي كويس قوي. كتر خيرك. كتر خيرك يا ابني. لا على ايه؟ اصل انا المراجع، المراجع لازم يراجع، فلما يلاقي حاجه مش مرجوعه يرجعها على طول. بص حضرتك، $90,000. امال هو راح فين حسان ده اللي بتقول عليه؟ راح يجيب العربيه وزمنه جاي. طب خلي بالك من الفلوس كويس يا عم الحاج. كتر خيرك يا ابني، مع سلامه الله. لا مؤاخذة يا بالحاج، اتأخرت عليك لأحسن الشارع بره. ايه لبش؟ اسكت. ايه؟ مش المراجع بتاع البنك لقى الفلوس ناقصة $1,000 ورجعهم لي؟ طب الحمد لله. الحمد لله يا بنت كريم يا رب، صحيح الدنيا لسه فيها خير. الحمد لله. يلا يابا. يلا يا ابني. يلا يابا، على مهلك يا اخويا. يلا يا ابني. فين اخبارك؟ خير الحمد لله. العملية ناجحة الحمد لله. الحمد ليك يا رب. الحمد لله. يا خرب بيتك يا مهدي، يا خرب بيتك يا مهدي. الفلوس في ايه؟ في ايه؟ الفلوس راحت يا زكريا. راحت؟ وانت صرفت الفلوس يا جزبط؟ ايوه ايوه. ده ايه وما استنيتونيش ليه؟ استنيت ازاي الفلوس يا ابا؟ انت المسؤول. انا ما كنتش عايزك، انت اللي جبتني. انت المسؤول. وانا مالي يا حاج؟ انت المسؤول. أنا المسؤول بس إزاي يا عم الحاج؟ كويس إنك لسه ما مشيتش يا عم الحاج. وخلي بالك من الفلوس كويس يا عم الحاج. قول لي أنت بس يابا على شكل اللي سرقك. يا
افتكرت شكله يابا. افتكرت شكله يا عم مهدي؟ ايوه جوز بط. جوز بط؟ في اول مره تقول لي جوز بط. شكله ايه يابا؟ راجل لابس جلابيه فلاح وطاقيه بقرون. طيب قرون زي قرون الشيطان، شبه الشيطان تماما. صفولي بالظبط يابا، يمكن اقدر امسكه. مش هتقدر عليه. ليه؟ مش بقول لك شيطان؟ يا بيه راعي يابا ولا بيطمر فيه تربيه. انت عرفت ازاي يابا؟ مش بقول لك شيطان، لكن هيروح من ربنا فين؟ على فين يابا؟ نروح. هوصلك. انا عارف طريق. خلاص الغشاء واللي كانت على عيني راح راح يابا. والغرض من تنسيق المائدة بالزهور هو فتح الشهية أولا طبعا، ثانيا إطفاء البهجة على المكان، يعني مائدة الإفطار مثلا لازم اللون يبقى منشط للذهن دون إثارة، زي اللون الأصفر البرتقاني الوردي الفاتح والأنواع المطلوبة زي البونسيه الجارونيا تيوليب. ما تتكلم يا شيخ مات، مين اللي سارق؟ قلت لك ما شفتوش يا حاج منسي. يعني زكريا ما كانش معاك؟ لا زكريا ما راحش معاي. ولا جوز بط؟ ولا جوز بط. يعني انت رحت البنك لوحدك؟ ايوه. وانت تعرف سكه البنك يا شيخ مهدي؟ اللي يسال ما يتوش يا حاج منسي. لا الموضوع دي مش داخل دماغي. ولا دماغ انا كمان. الموضوع دي في حاجه كده مش مفهومي. عطيات عطيات. ايوه يا جد. اعملي لي يا بنت كمادات عشان عيني. بعد الشر عليك يا جد. ايه في ايه مالك؟ انا يا تعبان يا بنتي، حاسس زي ما اكون مسمار محمي دخل فيه. الف سلام عليك يا جد. حاضر. مبقاش الحاج منسي مكان الدلعبة معمولة وزكريا له يد فيه. زكريا؟ مش عارف ايه اللي خلاني اعمل كده. وانا كمان مش عارف. طب في الغرب وبنعملها ده ما في ابويا. ابويا يا جوز بط ده عمره بقى لي تلت التلاته كان بيديني الفلوس اللي انا عايزها، كنت اسرق منه ويعمل نفسه مش عارف، كانش عايز يجرحني. يا ما هربت في صناص الاهالي وكان بيخبيني، كان بيحترمني يا جوز بط. تصور كان بيحترمني. هو الوحيد في البلد اللي كان بيندهلي باسمه الحقيقي، كان بيقول لي يا حسام. البلد كلها كانت بتقول لي يا جوز بط، حتى انت كمان. هو الوحيد اللي كان بيحترمني. دلوقتي خلاص مفيش حد بيحترمني. كنت فاكر ان الفلوس هتخلي الناس تحترمني. ملعون ابو الفلوس. انا هرجع البلد وارجع الفلوس لابوي. انت بتتكلم بجد؟ ايه؟ هبوس ايديه، هبوس دماغه، هبوس رجله واقول له سامحني يا رب. الفلوس اهي، بس احترمني احترمني يا رب. معلش يا رب معلش. الحمد لله على السلامه يا سعد. الله يسلمك يا عم سليمان. الحمد لله ربنا طمني عليك قبل ما اخرج. انت برضه هتخرج بكره يا عم سليمان؟ ايوه يا ابني. هتروح فين؟ ارض الله واسعه. انا خلاص ما بقتش عايز حاجه من الدنيا. ايه
جنيه ناقصين. يخرب بيتك يا خيرية، راحوا فين دول؟ بيت يا ناهد، ناهد. ايوه بيت يا ناهد، مين اللي سرق الفلوس من الصندوق يا بيت؟ انا ما شفتش حاجه خالص ياما. 1500 جنيه ناقصين من الفلوس. لو كان واحد غريب من بره كان خد الصندوق اللي فيه، اكيد واحد من اللي بيدخلوا البيت. انا شرفني بقى. بيت يا ناهد، ناهد. ايوه ياما. روح الحسن خليه يجي يبلغ الحكومه. اواه حاضر. يا دي المصيبه اللي حطيت عليك يا خيريه. ايه رايك بقى؟ زمان زكريا بقى عامل ولا طول الهايل. خليه يضرب قرونه في الحيط، اصله تشك يا حبيبي مقلب. سقع. لو مقلب ايه؟ افضل يحلم بيه ده طول العمر. ايه بقى؟ انت ما جوعتيش ولا ايه؟ مش فاكني؟ انا بقى جوعت بقى. يلا اديه. انت بتقول ايه؟ الراجل اللي اخد مني الفلوس طلع نصاب. نصاب؟ نصاب يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، نصب على نص البلد واخد فلوسه. يعني ايه؟ ال 1500 جنيه ضاعوا؟ ضاع. طب وانت؟ انت ما عملتش حاجه؟ وانا في ايدي ايه اعمله بس يا ناه؟ انا في ايدي ايه هعمله؟ ما قدمت الشكوى؟ قدمت 1500 شكوى بال 1500 جنيه ومفيش فايده، مش لاقيينه، الراجل كانه فص ملح ودام. يعني ايه؟ يعني خلاص مفيش سفر، مفيش جواز يا سعيد. لا لا، في بيقولوا ان في واحد تاني في الكفر اللي جنبين بيسفر الناس تاني. لا لا لا، بس ده صادق مش زي دوك نصاب. ده في ناس كتير قوي في بلدنا دفعوا وسافروا، هو بس بياخد زياده شويه، بياخد 2000. 2000؟ 2000. ودول بقى ان شاء الله يا اخويا هجيبهم منين؟ ما هو البركه فيك. انا لا، انا ما اقدرش اعمل كده تاني ابدا ابدا. ما اقدرش. مش انت اللي هتعملي المره دي يا ناه، انا اللي هعمل. وبعدين من فتره كبيره يا دكتور بيجي له صداع جامد لدرجه ان نظره ضعيف. ما انتش بتشوف دلوقتي يا حاج؟ لا، من مده طويله. من مده طويله. كان بيجي لك صداع؟ كان بيجي لي صداع في الحتتين دول، صداع صعب قوي. كنت بتاخد مسكنات؟ كنت باخد مسكنات بس، اسبرين، نوبالجين. انت كنت بتتعرض لصدمات عصبيه او بتزعل؟ في حاجه حصلت كده زعلتني قوي. من بعدها النظر ابتدى يضعف. صح. طب اتفضل هنا الكرسي ده. حصل عنده تكهف وضنوف في العصب البصري، كان بيجيله صداع كتير من زمان وما بيعرضش نفسه على دكتور، عشان خاطر كده نظره راح ومفيش امل في اي عمليه. كان المفروض لما يحصل صداع يعرض نفسه على دكتور. اي واحد عينيه توجعه لازم يروح لدكتور العيون. الاكل يا جد؟ لا، شريه عطيات.
ليه؟ ده انت ما اكلتش من ساعه ما جيت من عند الدكتور. يا جدي يا جدي، ده انت راجل مؤمن وعارف ان ده امر ربنا. حد يسعد من امر ربنا يا بنتي؟ امال انت زعلان ليه بس يا جدي؟ مش عايز تقول؟ طيب على كيفك يا جدي. طب كل لقم عشان خاطر انا، عشان خاطر عطيات، عطيات اللي بتحبك واللي انت كمان بتحبها يا جدي. هاي هتاكل؟ يلا يا عم سليمان، يلا قوم يا عم سليمان. يا راجل قوم ما تستمويتش، ده انت خارج. عم سليمان، عم سليمان. ايه ايه؟ عم سليمان ما بيردش. بيردش؟ انت حالك تاني. عم سليمان، عم سليمان، عم سليمان، عم سليمان مات. لا اله الا الله، هو خرج من الدنيا خالص. خلاص اجازتك خلصت والرحله انتهت. كنت فاكر انك هتقابل نادر القديم وترجعوا من تاني اصحاب. رجعوا تاني واحد، بس للاسف للاسف ما لقيتوش وراح منك زي ما كل حاجه راحت. هو ده نادر؟ هو ده الشبح؟ يمكن. لا ده يمكن الشبح حتى راح. الرحله كانت طويله طويله، 20 سنة خلوك واحد تاني خالص غير النادر الاولاني. بس انا عملت اللي عليا. ايوه عملت اللي عليا، وديتهم الفلوس، غرقتهم بالفلوس، يعملوا بيها اللي هم عايزينه. هم هيعوزوا مني ايه تاني غير الفلوس؟ لا، ما كانوا عايزينك انت، عايزينك تقف معاهم زي ما حسن وقف معاهم. انا مش فاضي، انا مش فاضي، انا مرتبط مواعيد لسنين قدام. هسيب مواعيدي ومحاضراتي واقعد معاهم؟ معقول؟ لا انا خلاص عملت اللي عليا. ايوه عملت اللي عليا. تاكسي جاي الساعة الحوض. أفندم تاكسي جاي تحت الحوض اختار. هات لي الشنطة من فضلك. أبو سيكاويكا، أبو سيك، أبو سيك، اسكت. مش لقيت لك أبو مطوة؟ بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده، انا كنت راكب في شارع ثروت عشان اشقط لزبون، ولقيته لك ماشي قدامي انما لابس ايه؟ اخر حلاوه، واد روش قوي. مشيت وراه قطرته، لقيته لك داخل في فندق انما ايه؟ بسم الله ما شاء الله. كمل وبعدين؟ ابدا، دخلت على الراجل بتاع الريسبشن، قلت له الراجل ده نازل عندكم؟ قال لي ده البي ده نازل عندنا في اوضه 216. واحد وثلاثين. يا سلام على حظك النار يا ابو ماتو. شوف مين، شوف مين بسرعة. مين؟ افتح يا حينا. سايباني عشان مين؟ عشان ابو مطوى يا خيه. ابو مطوى فين؟ معرفش، المكان قدامك دور عليه زي ما انت عايز. الفلوس فين؟ مش هتسيب ولا مليم منها غير بعد ما تطلعني. هو انا مش هخليك على ذمتي دي يا احمد. انت طارق بالثلاثه. مستشفى عين شمس يا اسطى. الهي يكفيك شر المرض. الهي يكفيك شر المرض اللي ولاد هناك. تعالى يا عم، يركع
يركب يركب جوان يركب عند المستشفى عدل. زكريا ما نزلش ليه؟ وديني على فين يا زكريا؟ وديك المستشفى. لا مش هروح المستشفى، وديني البلد. انت بتنزل بسكتة خطيرة هتموت. اسمع الكلام يا جوز بطل، وديني البلد عشان لو مت هموت هناك. يلا كأنك مش مسافر دلوقتي يا عباس. لا يا عمي كفاية غربة بقى، أنا كنت رايح علشان هدف محدد وخلاص ربنا وفقني وخلصت المهمة، بقى هنا التنفيذ، مصنع الطوب الطفلي اللي كنت بحلم بيه طول عمري من أيام ما خدت دبلوم الصنايع، بس ما كانش فيه إمكانيات. من بكرة إن شاء الله هاخد الإجراءات. طب يا ابني يسنى لك يومين تستريح فيهم ولا تقعد شوية مع خطيبتك؟ لسه الايام قدامنا كتيره يا بلحاج. كده والله انا فاكر بدافع عنك. انا هتبقى فرحتي كبيره لما اشوف الحلم ده بيتحقق. الله، امال هتتجوزوا امتى؟ يوم افتتاح المصنع هيكون جوازنا يا عم الحاج. وانت يا باشمهندس هنفرح بيك امتى؟ لسه بدري يا عم الحاج، انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. بدري ايه يا ابني، العمر بيجري. واديك والحمد لله اطمنت على ابوك والمنحل ومزرعه الارانب بقوا معالي العال، عايز ايه تاني؟ لسه المشوار طويل يا عم الحاج، لسه عطيات هتتجوز والعيال اخواتي يكبروا ويتعلموا ويخشوا الجامعه. ياه، وانت مالك مال الحاجات دي؟ ما هو لازم حد يشيل يا عم الحاج، ولا كله هيسحب ايديه. كده طيب خليك قاعد. امال اخوك فين يا ولد؟ تلاقيه قاعد في المنظره مع امي يا عم الحاج. طيب الف حمد لله على سلامتك يا سعد، ان شاء الله ربنا مش هيورينا فيك ابدا حاجه وحشه. الحمد لله على كل حال. بس انا بقى بدي اقول لك حاجه، حكايه الفلوس دي مش داخله مخي. هم خدوا الشر وراح. بس لو اعرف مين اللي سرقه. اللي سرقهم سرقهم بقى. اقول لك، وانت يا عبد الصمد ناوي على ايه؟ انا هسافر تاني يا عم الحاج. تسافر؟ ما شبعتش سفر يا عبد الصمد؟ شوف يا عم، طول ما السكة مفتوحة هفضل أسافر 10 سنين 20 30 إن شاء الله حتى لآخر العمر، مش هبطل أبدا يا عم. الفرصة ما تجيش إلا مرة واحدة في العمر يا عبد الصمد. أنا عاوز أعمل خميرة يا عم الحاج، عاوز أقب بقى على وش الدنيا. طب ما تقب على وش الدنيا بشغلك يا عبد الصمد، أنت مش نجار كويس؟ افتح ورشة هنا واشتغل فيها. أفتح ورشة هنا وأرجع أشتغل بجنيه ونص جنيه؟ وتعالى يا أسطى عبد الصمد صلح لنا باب الدوار ورجل الطبلية. وماله يا أسطى عبد الصمد؟ الكلام ده كان زمان، اللي يمسك بيده الألوفات ما يبصش للقروش يا باشمهندس. الفلوس عمرها ما كانت هدف في حد ذاته، الفلوس ممكن تتسرق تضيع وساعتها هتضيع معاها، لكن الشغل هو اللي يقدر يحميك، وهو برضه اللي هيجيب لك الفلوس يا عبد الصمد. سيبك من كلام الباشمهندس، اللي معاه قرش بيساوي قرش. بس ده ليه غرض يعني قبل ما تسافر تخطب ولا تقرا الفتح؟ ما هو ده اللي هيحصل يا عم الحاج، انا دلوقتي معايا القرش هطب على اي بيت يعجبني، وحتى لو كان البيت ده بيت العمده شخصيا، وهخطب بنته هيقول لي لا. ايه ده اي بيت يتمناك يا عبد الصمد؟ يتمناه ده ايه يا اخوي؟ والطب يعني ايه يا ابني؟ يعني الطب كده على اي بيت من غير ما تعرف اللي فيه ولا شفتهم؟ شوف يا اما، انا ماليش غير شرط واحد بس في اللي هتجوزها. ايه هو يا بنام؟ تكون دبقه وتعرف ازاي تصون القرش. دبقه؟ يعني ما يهمكش طبعها اذا كان حلو ولا وحش؟ يا اما انا بقول لك ماليش غير شرط واحد بس، تكون دبقه وتعرف ازاي تصون القرش. كده انت مليت دماغي يا عبد الصمد. تصبحوا على خير. وانت من اهل يا خير يا حاج. ايه دي زكريا؟ انت متعور يا ولد؟ مين اللي عورك يا زكريا؟ مالك يا زكريا؟ مالك؟
أبا مين عمرك يا والد؟ سامحني يا أبا، أنا مجرم، أنا خايب، أنا خدت جزاتي عشان سرقت فلوسك. أنت اللي سرقت الفلوس؟ أتاري مش راضي يتكلم. يا لهوي، بقى أنت اللي عملت العملة السودة دي يا زكريا. لو ربنا أكرمني يا باشمهندس ونجاني مش هعمل حاجة وحشة تانية. طب بس رايح نفسك. طيب لا هتاجر في الممنوع ولا هشتغل في التهريب، حتى الواد جوزبط مش هعرفه تاني. طب اهدى بس وهرجع للأرض، هرجع زرع معاك والخير يقوم مع الكل. زكريا اتغير يابا، رجع زكريا بتاع زمان. ربنا يهديه يا ابني ويصلح حاله. ما هداه خلاص يابا الحمد لله. ابو زيك ابو زيك، مين اللي بينده على زكريا ده يا ساعه؟ الواد جوزبط. جوزبط استرها يا رب. ابو زيك ابو زيك، انت يا ابني مش عايز لك، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ايه خلاص مفيش سكه، خلاص ترجع عشان مصلحتك يا اخي. مصلحتي عايز ايه؟ اتكلم. ابو مطوه ماله؟ ضرب صنايع بومبا وخد القرشين. انت بتتكلم جد يا ولا؟ امال ايه، وانا عارف المكنه والمطرح اللي فيه الفلوس، عارف كل حاجه. امال ايه، يلا بينا. يلا بينا. تعمل حسابي على مهلك. على مهلك. ايوه. السلام عليكم. الله، ده زكريا ركب مع الواد جوزبط. ناوي لي نقول له يا ساعه